في علماء للتطور بيقولوا إن الطبيعة احتاجت ملايين السنين لتطوير القرد لراجل، بس أنيس منصور قال الست تقدر ترجعه لأصله في دقيقة واحدة. أما الدكتور وليد هنري قال إن طبقا للإحصائيات الزوجة المصرية هي الأولى عالميا في ضرب الأزواج، واستند بمحاضر للشرطة بتقول إن 30% منها بيتقيد بسبب راجل جه يشتكي مراته لأنها ضربته. مجلة على الرصيف قالت إن لازم يكون في وقفة، والرجال لازم تبتدي تطالب بيوم عالمي لوقف العنف ضدهم. أما علماء الاجتماع بيصنفوا العنف إن خطورته حسب جنس الضحية، يعني لو الضحية هي نفسها اللي بتمارس العنف ساعتها بيعتبر العنف ده مش مؤثر، لأن المتعارف عليه والمنتشر إن الست هي اللي بتتضرب أو بيمارس ضدها العنف بشكل عام لأنها الأضعف، بس الحقيقة في رجالة ضحايا وجعهم أكبر بكتير من وجع الستات في اللحظة دي، بديهي. هو مش بس خايف من ضربها، هو كمان خايف يشتكي. الست اللي بتتضرب بتكسب تعاطف المجتمع، لكن الراجل لو قال إنه اتضرب يتريقوا عليه، بيعتبروا رجولته منقوصة، مش بس معرفش يشكمها، لأ ده كمان اتضرب واتبهدل. العنف مش بس ضرب، العنف له أشكال كتير. أمد إيدي عنف جسدي، أشتم عنف لفظي، أحتقرك وميزك أو أميز بينك وبين أخواتك أو اللي حواليك بقى عنف فكري. وعلماء علم النفس صنفوا المجتمع المصري بأنه مجتمع عنيف وساعات بيوصل للغليان.